الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عبد المنعم فهمي ضيفنا العزيز في حلقه اليوم من كلام في الميديا. استاذ عبد المنعم ازيك؟ ازيك يا امير، اخبارك؟ وحشني. مفتقدينك والله. وانا كمان مفتقدك ومفتقد الجمهور الاهلي. كله تمام؟ بس خلاص موجودين اهو الحمد لله. نورنا دايما. الله يديك الصحه. رايك ايه في الاهلي؟ رايي انا؟ اه لا ده رايي، ده انا لو قلته الناس هتقول انت هتجامل. اي واحد تقراه بدات تعرف ملامح دماغه فيها ايه. لكن هو رجعنا مره تانية امبارح للاقناع والامتاع والاهداف الحلوه والاهداف اللي بتيجي في اوقات معينه والاهداف الجميله واللعيبه اللي اكتشفها في بدايه الموسم عاد اكتشفها، مش اكتشف عاد اكتشفها زي عمرو السوليه واهدافه الجميله والتسديدات الحلوه والجميله. وده يخلينا نقول ان فايلر يعني في جعبته كتير لسه. وانا من هذا المكان بقول لمسؤول النادي الاهلي اذا ارادوا استمرار الصحوة الكبرى واستمرار النتائج الممتازة سواء على أي صعيد من الصعود، وطالب بالإبقاء على هذا الرجل من أجل النادي الأهلي أولا والكرة المصرية ثانيا. لماذا؟ لأن فايلر عندما يتألق معه الأهلي ولعبه الأهلي فإنه يكون مردوده أكبر على المنتخب الوطني، وده شيء جميل ورائع ويحسب لفايلر لأنه راجل هادي. أنا يعني شفته امبارح كمان واللي عمله في المؤتمر الصحفي يعكس لك انه راجل فاهم وراجل مذاكر، ويقول لك انا فاهم صحافه وفاهم اعلام كويس. وكمان استنى حته وقوفه على الكرسي ديت الناس ما خدتش بالها منها. وقوفه على الكرسي لغايه ما يخلص المترجم بتاعه استاذ عمرو محب يخلص السؤال ويقولوا للناس، ده قمه في الاحترام. طبعا 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 يعكس مدى احترام هذا الرجل للمتابعين. هو في البدايه قال ايه؟ في البدايه سمع الصحفي الزميل العزيز اللي بيسال سمع بيقول كلمة سان داونز، فقال للمترجم أستاذ عمرو محب قال له واضح إن الكلام على مباراة سان داونز وإحنا عايزين نتكلم على مباراة النهاردة بس، فبالتالي الراجل ترجم الموضوع، لكن كان حريص أيضاً على إنه يعرف السؤال كان عبارة عن إيه، وكان حريص بشكل أكبر إنه يرد، فده أمر مهم يعني. في ناس بتتكلم بتقول لك الصحفيين أحياناً بيسألوا أسئلة مش في مكانها، تمام. وأنا معاهم في ده. تمام. لكن الفضول دايماً يخليك بتحاول تعرف الراجل دماغه فيها إيه، لأن خلي بالك برضه لما انت تسال مسؤول الاول الفني في النادي الاهلي فايلر عن استعدادات، لان برضه ماتش انت خلي بالك الدوري الاهلي ماشي فيه بصوره كبيره جدا والاسئله في الدوري والفريق واضحه للناس كلها. انما الصحفي عنده فضول، اي نعم مش في مكانه، لكن الفضول بتاعه دايما بيخليه ممكن يسال سؤال مش في وقته. بس السؤال بالنسبه للصحفي في وقته انه عايز يقول معلومه للناس، الراجل بيفكر ايه بالنسبه لسان داونز. انت خلي بالك مباراة سان داونز دي مش مجرد مباراة، ده مباراة يعني تعتبر مباراة تاريخية، مش هقول سارية لان كرة القدم ما فيهاش طار ولا خصومة والحاجات دي، كرة قدم 90 دقيقة بتنتهي بفوز احد الفريقين، الموفق هو الذي يفوز وغير الموفق هو الذي يخسر او يتعادل او اي نتيجة من النتائج. فمن الطبيعي ان هو يعرف دماغه فيها ايه وبيفكر فيها ازاي، وهل هو عنده ملف من سان داونز ده من السنة اللي فاتت؟ اكيد طبعا، لان الاهلي بينظر الى هذه المباراة نظرة مختلفة تماما، ويشاء السميع العليم ان ربنا او القرعة تحديدا تخلي قدامك في نفس التوقيت وفي نفس الدور سان داونز، يعني فرصة كبرى. ولا في ملف الملف ده جاي نتكلم فيه، الملف ده جاي يعني ده الافتتاحية بتاعتنا بقى. احنا اللي خلينا نتكلم في موضوع سان داونز بسرعة كده هو أسئلة الصحفيين امبارح في المؤتمر الصحفي، بس بالنسبة لفايلر واحترامه الكبير جدا الرد على أسئلة الصحفيين، لكن عايزين نتكلم بالتحديد عن مباراة الأمس وأسباب عودة أداء النادي الأهلي في مباراة امبارح من وجهة نظرك. أولا بص، فايلر في ميزة حلوة مستمرة معاه وهو إنه بيقرأ المنافسين قبل بداية المباريات واثناء المباريات وخلال الاوقات المهمه في المباريات، وده يخلينا نقول احصائيه للناس، احصائيه حلوه جدا. فضل. يعني الناس ايه ممكن تنبسط بيها تنبسط بيها. تمام. الاحصائيه بتقول ايه؟ ان الاهلي اجمال نسبه الفوز 100%، ودي نسبه كبيره جدا، مش عايز اقول لك كل المواقع العالميه بتقول نسبه فوز النادي الاهلي 100%، وده شيء رائع جدا وحاجه جميله جدا وحاجه لا غبار عليها. اجمالي اهداف الاهلي في كل مباراه 3.07، يعني 3.07% هدف، ودي نسبة حلوة جدا. لو بصينا بقى الأهداف جت إمتى؟ أنا عايز الناس تركز معايا. توقيتات. ثلاث أهداف من الدقيقة الأولى للدقيقة 10، ودي نسبة كويسة. هدفين من الدقيقة 11 للدقيقة 20. ثلاث أهداف من الدقيقة 21 للدقيقة 30. هدف من الدقيقة 31 للدقيقة 40. تمام. خلي بالك بقى، تعالى بقى فين؟ في الـ في الـ في الاوقات الصعبه او الاوقات اللي بيتدخل فيها فايلر عشان ندعم كلامنا.
بارقام واحصائيات. في الدقيقه من 3 ل 41 جاب اسف 3 اهداف من الدقيقه 41 للدقيقه 50. بالنسبه بقى نخش في الشوط الثاني اللي هو طبعا ده مهم بالنسبه ايه للنادي الاهلي ومحب النادي الاهلي اللي بيقولوا ليه ده فايلر دايما بيتالق. ده هنبص كمان جاب 8 اهداف في الدقيقه من 51 ل 60 وخمس اهداف من الدقيقه 61 للدقيقه 70 وسبع اهداف من الدقيقه 71 للدقيقه 80. تعالى بقى في الحته بتاعت النادي الاهلي هي البلس 90 اللي هي بقى 11 هدف من الدقيقه 81 للدقيقه 90. عدد كبير جدا. يعني خلي بالك 11 اكبر نسبه اهداف للنادي الاهلي في ال 10 دقائق الاخيره. على مدار المباراه على مدار المباراه وده يعكس لك اهميه التدخل بتاع فايلر، فايلر بيقرا المنافسين وخلي بالك احيانا لما بيجي في مقارنه ما بين المنافسين وبينهم بعض بتلاقي هو بيعرف يضحك على المنافسين. بيعرف يقرا ايه المنافسين، يعني ماتش بيراميدز الاخير تلاقي ان هو ايه؟ في حرص دفاعي وغير لعب بمدافع وسحب مهاجم فانت ايه؟ معانا عايز تحافظ على الفوز، لا راح منزل لك مين؟ المهاجم السنغالي وضغط عليك وكسبك. الماتش امبارح تلاقي اللعيبه ايه؟ بتوع الجيش عاملين كده في مساحات كبيره جدا والرقابه رجل يعني فتدخل في الوقت المناسب عمل تغييرات وخلى المباراه بالنسبه لك انت انت تسود هذه المباراه. خلي بالك امبارح الناس مش واخده بالها منها، يعني ازعم ان الهدف اللي جه الاهلي الهدف الاول للنادي الاهلي هدف تاريخي. تاريخي ليه؟ ليه؟ طبعا ما فيش لا فيش نادي في الدنيا لاعب اربع في مصر ما فيش لعيب ما فيش نادي اشرك اربع مهاجمين اربع لاعبين اجانب في مباراه واحده غير السنه دي. فالهدف اللي جه الاولاني ده هدف تاريخي، كل الاجانب ساهموا فيه، كل الاجانب ساهموا فيه. وهدف ده هدف يتحط في يعني في ارشيف النادي الاهلي في اهدافه. هدف جميل وهدف ملعوب والاربعه الافارقه او الاجانب الموجودين ساهموا فيه ده حاجه جامده جدا. بدايه من اليو ديانج ونهايه بقى جاي. بالنسبه للاحصائيه يعني في احصائيات كثيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي تؤكد ان النادي الاهلي هو الهدف بقياده فايلر يقدم اهو معنا يعني هنا يعني حاجه جامده جدا وحاجه ملعوبه وتكرر كتير. خلي بالك انما التكرار في انه اربع لاعبين اجانب يحرزوا هذا الهدف بهذا الشكل الجميل لا يديك مؤشر ان الاهلي عاد في مباراته الاخيره لما كان عليه في بدايه الموسم. على الشاشه هنا فده شيء جميل وشيء رائع. محمد طيب. بسام امبارح كان متالق جدا بصراحه طبعا. كان عامل مباراه رائعه يعني. طيب برضو الجزئيه المهمه بالنسبه لي يا استاذ عبد المنعم ان الفتره الاخيره ما قبل مباراه طلائع الجيش الكثير كان بينتقد اداء النادي الاهلي وقال ان الاهلي بيكسب بصعوبه وكلام من ده. هل طبيعي ان الاهلي يفضل يلعب كل المباريات باداء ثابت واداء يكون مميز؟ ولا في بعض المباريات ممكن تستغنى على الاداء عشان النتيجه بتبقى اهم مثلا؟ قول لي انا مش ضد ان جمهور الاهلي يكون طماع اكيد ده لا ده امر مفروض من عادي ما فيهاش مشكله. على ليفربول صح؟ طبعا انت بتشوف كل مباراه امتاع عن مباراه طبعا الماضية طبعا حقيقة صح وعارف صح ان صح اي مباراه هتلعبها هتتمتع. بلاي ستيشن لعيبه بتلعب عارفه واجباتها ايه وعارفه يجي الاهداف ايه وصلاح دوره ايه وماني وفيرمينو. ف إذا كان ليفربول مطمع جمهوره في انه يشوف في كل مباراة أداء ونتيجة والنادي الأهلي قليل يعني بالنسبة لجمهوره لا طبعا مش قليل فبالتالي جمهور الأهلي الطماع دايما يحب يشوف الحاجة الحلوة وده شيء مفروض منطقي وطبيعي في أي جمهور في مصر. بس جزئية ليفربول بالتحديد اللي مخلي إن الأداء ثابت ومرتفع دايما هي إن المدير فني بقاله أكتر من 3-4 سنين مع ليفربول وإن المجموعة دي بقالهم سنتين وأكتر كمان بيلعبوا مع بعض بنفس التشكيل بنفس الثلاث خلاص حفظوا بعض بشكل كبير جدا يعني. الأهلي في ميزة بقى إيه بقى؟ أنت فايلر طبعا الناس كل مره بيسالوا انت بتحب بقى بحب فايلر اصلا انا ليا جذور في سويسرا فانا بحبه جدا يعني بصراحه ليا جد سويسري عشان كده بحبه يعني فجزئيه فايلر ان هو انا زمان يعني من حلقتين ثلاثه مش عارف كنت معاك ولا كنت ايه كنت فين قلت ان فايلر مدرس ذكي بيستطيع ان يستوعب اللاعبين في فتره وجيزه بدليل انه في اول مباراه مع منافس بحجم الزمالك كسب الزمالك مش مكسب فني بس ده مكسب فني واحد ذكاء خطط اثنين تمام ثلاثة استخدام لاعبين في أماكنهم الحقيقية بإضافات فنية حلو وده خلينا نقول بشكل متعمق أكتر إن فايلر راجل فلسفة راجل فاهم راجل واعي تهرب منه مباريات عشان ما تقولش إن هو مدير فني خارج لا مفيش طبعا شيء طبيعي ومنطقي تهرب منه مباريات لأنه برضه ممكن اللعيب عندهم ينفذ الأداء اللي هو عايزه الخطة اللي هو عايزها لكن في النهاية الإجمالي إيه بس خلي بالك ده في الدوري المحلي
في الدوري الافريقي بقى الناس بتسال الاداء متباين. أوه. اه ده شيء طبيعي ومنطقي. انت بتلاعب طبيعي ومنطقي. طبيعي ومنطقي. انت بتلاعب افضل انديه القاره. تمام. كل فريق جايب من بره كل الانتدابات الرائعه والجميله بالضبط. عشان خاطر الناس كلها عندها. ما هو انت بتشارك في الدوري الافريقي الاهلي كان نفسه ياخد اللقب. الترجي نفسه في اللقب. صن داونز نفسه في اللقب. فكلهم نفسهم في الالقاب. اسماء كلها كبيره واسماء عندها يعني نهم للفوز بالبطوله. الترجي عنده النهم والمازيمبي وصن داونز كل الفرق عندها نهم. أكيد. فبالتالي الاداء هناك مختلف. الافريقي اداء مختلف والقوه مختلفه. بالنسبه للنادي الاهلي، الاهلي يعني بيعاني من كذا حاجه في القصه دي. اولا عدم وجود جمهور. يعني انت بتروح مثلا مازيمبي بتلاقي مثلا 100,000 متحمسين، انت بتلاقي 5 6 7 8 9 10. وخلي بالك لو جينا نتذكر 2013 الاهلي خد البطوله دي والدوري في مصر ما كانش منتظم بالانتظام الكامل، بس خدها بايه؟ بجمهور طبعا. خدها ب 2012 تحديدا كمان كانش دوري اصلا، و13 بالجمهور كمان. يعني خلي بالك الجمهور هو القاسم المشترك في بطولات النادي الاهلي. أكيد. انت عندك بيدخل لك 10,000، وال 10,000 احيانا بيدخلوا بمشاكل وحول. 5 خليهم 10 خليهم 15 والمشاكل بتاعه المدرجات اللي كلنا عارفينها. انما الاهلي فنيا يستطيع ان يجاري الفرق الكبرى، بس عشان ما نضحكش على بعضينا الاهلي محتاج فنيا بعض اللاعبين. ده مش هيحصل طبعا السنه دي، محتاج السنه الجايه بقى. فده مش يمنع ان الاهلي لا يستطيع المنافسه، بالعكس الاهلي يستطيع المنافسه، صار الوصول الى اماكن اكبر في البطوله. بس هيتعب شويه، هيتعب بدعم طبعا، هيتعب. لما هيتعب احنا نشوف ايه مصادر التعب بتاعته. جمهور ده لازم بقى. المباراه دي كل الاطياف في مصر على قلب رجل واحد. طبعًا. لان الاهلي والزمالك وكل الفرق اللي بتلعب في الدوريات اللي هي القارية بتمثل الكرة المصرية. فلازم نقف وراها عشان خاطر نوصل للأماكن الأرحب، الأماكن الأفضل بالنسبة لنا. هي الحكاية مش مباراة وتعدي والسلام زي ما يكون واحد عايز يقدم مهمة وخلاص عشان يلعب النادي الأهلي النهاردة وخلاص. لا، ده مهمة كبيرة جدا. وكمان اكتسبت هذه المباراة زخم انك انت بتلعب فريق غلبك سكور عالي وتاريخي في ملعبه. فانت لازم تدي جمهورك انطباع انك انت عندك قابليه، انك انت لن تجعل هذه المباراه تمر دون صقر كروي او صقر رياضي، عشان ما حدش بس في صقر كروي وصقر رياضي عادي. يعني التعبير ده طبيعي جدا وده منطقي وطبيعي. يعني هو الاهلي هيلعب. طب الصقر هيكون عباره عن ايه؟ الصقر الرياضي ده هل هيكون عباره عن انك مجرد بس تتاهل، ولا مطلوب حاجه اكتر من كده من لعيبه النادي؟ ما هو انت لو طلبت من اللعيبه ان تغلب صن داونز 5 يبقى انت حطيتهم كده تحت ضغط رهيب، وممكن يجيب الجون الاولاني ويجيب الثاني ويجيب الثالث. كل فين وفين يا عم. تمام. يبقى انا اتمنى ان الاهلي يتاهل على حساب صن داونز بغض النظر عن النتيجه، بس اهم حاجه التاهل. التاهل ده معناه ان النادي الاهلي يعني استطاع ان يقصي احد اهم 3 فرق في البطوله دي. فعلا فعلا. وبالتالي رساله من النادي الاهلي ان هو قادم، رساله للترجي لو صعد، رساله لاي فرقه من المازيمبي لو صعد، رساله لكل فريق كبير ان النادي الاهلي كبير. مثلما تقولون انكم كبار، لكن انا بص انا نفسي فايلر يعمل ايه؟ يروح في اوضه اللبس كده يجيب النتيجه 5-1 او 5-0 والنتيجه بتاعت العوده هنا يحطها، ويحط بطولات النادي الاهلي في فرقه وحط بطولات الانديه الثانيه. بس اتفرجوا عليه، بصوا عليه. كان بيتعمل زمان دي ايام المرحوم ثابت البطل كان بيعملها. يشوف النتيجه، شوف انت، شوف انت عايز ايه؟ مباراه انت سقريه، مباراه دبل يعني ايه عصفورين بحجر واحد، تصعد وتسقر. فانت وسبحان الله نفس اللاعبين اللي كانوا موجودين السنه اللي فاتت معظمهم ب 70% موجودين. يلا وروني هتعملوا. فرصه لي. فرصه كبيره جدا. فرصة حماسية يعني تحمس لعبتك، وفرصة فنية. جالك مدير فني مختلف بقى عن مش هنجيب أسماء، مش هنتكلم عن أسماء، لا مدير فني واعي ومدير فني. خلي بالك الأجواء اللي بيشتغل فيها، اشتغل راح تونس الأجواء صعبة شوية في تونس، راح السودان تعرف عامل إزاي. لا ده أنت رايح بقى فرقة كورة، فرقة مشجعي كورة. خلي بالك صن داونز في جنوب افريقيا دول عندهم الكورة دي مزاج. فعلا فعلا. مش دول شمال افريقي حماس وتخض اللعيبة بيتمتعوا باللعبة. بالظبط كده. ولذلك انا شايف ان صن داونز هو اهم فريق موجود في الثمان فرق اللي اتأهلت. ليه؟ لانه فريق بيلعب بطابع اوروبي. حتى لما تقرا
كلام مدير الفني تلاقيه راجل خبيث بصراحه. وتصريحاته هي يعني يعني تصريحاته يعني. عمال ايه عمال يقول لك انا بعرف كذا وبيعملوا كذا، هل ده طعم ولا تصريحات عاديه؟ هو ذكي دايما في تصريحاته. المفروض بقى فايلر بذكائه بقى يقرا الراجل ده كويس، يقول الراجل ده موجود بقى له 60 سنه مع الفريق ده، يخلي باله. يعني بتكلم على يورجن كلوب، ده غلبان بالنسبه له الراجل. بقى له انا من ساعه ما وانا في البدايه اعرف ان هو موجود معاهم. فبالتالي محتاج يذاكر الراجل ده كويس جدا، يذاكر دماغه بشكل شغاله ازاي. خلي بالك انت جاي مع مديرين فنيين، العقل هو اساس الاداء. خلي بالك انا فايلر بيعجبني في وقفته في مباراه، تحس انه عمال يبص على اللعيبه، بيذاكر بيقرا اللعيبه ويقرا المنافسين. وده خلي بالك نقطه مهمه الناس مش واخده بالها منها. الراجل ده لو استمر السنه الجايه هيضم للاهلي لعيبه انت مش واخد بالك منهم، ولا انا مش واخد بالي منهم، ولا الجمهور واخد باله منهم، وتلاقيهم لعيبه افزاز. انا عندي اسماء طبعا، مش هقول اسماء دلوقتي على الهواء عشان انا ايه يعني انا هحتفظ باسراري برضو. طبعًا. زي ما القناه بتحتفظ باسرارها. مفيش مشكله. انا عندي بعض الاسماء انا ذهلت، ايه مين ده مين ده مين ده مين ده، بحثت بقى على الاسماء دي، مهتم بيهم مهتم يعني؟ بيها، بحثت على الاسماء دي، ده كذا وبيلعب كذا وبيلعب 1 2 3 وفي مركز 1 2 3. يعني اللعيب بيجيب لعيبه من لعيبه الجوكر، اللعيبه اللي يقدر يؤدي في اكتر من مكان واحتمال ده يمشي. وخلي بالك لما قريت اللعيبه اللي جايبها عرفت مين ممكن يمشي وممكن مين يستمر. خلي بالك ما انت لما بتقرا المدير الفني كويس، ما بتبقى وجهه نظر مدير فني في الاخر يعني، لكن ده يقال الاتوقع من المجموعه الموجوده حاليا. لان خلي بالك خلي بالك هو عامل حاجه الناس مش واخده بالها منها، بس ممكن في جمهور ذكي، جمهور نادي الاهلي ذكي جدا. هو ايه لما لعب امبارح بلعيبه كل اللعيبه بتلعب بالزبط. سواء اصحاب النجوم او الـ او الـ كل لعيبه الاهلي، كل نجوم الدوري نجوم يعني. عشان ما حدش يزعل مننا يعني، لكن في اسماء معينه بتبص على القايمه ايه ده؟ ايه دول؟ تلاقي بيقول للناس انا النادي الاهلي بيلعب بكل الاسماء وانا هلعب بكل الاسماء وهكسب بكل الاسماء. يعني برضه عشان الكلام يبقى واضح، في مستويات في النادي الاهلي يعني مثلا في المراكز المعينه في رقم 1 ورقم 2 ورقم 3، ده طبيعي في اي حته. تمام، ده طبيعي. انا مش عايز اقول اسماء عشان الناس لا لا بس مني. ده امر طبيعي في كل حته، لكن الميزه اللي عند مستر فايلر ان اي واحد بيلعب سواء رقم 1 او 2 او 3 سيبك من الروتيشن اللي بيتقال عليه، بيأدي وبيكسب. اسمه ايه هو؟ روتيشن. عشان انا صعيدي ما بعرفش اقولها قوي يعني. 1 2 3 بيعمل ايه؟ بيختار رقم 3 حطه لك العب، ورقم 2 حطه لك، اختار رقم 1 حطه لك، وتبص تلاقي ايه ده؟ طب ما هو امبارح في اسماء الناس كلها اندهشت انها بتلعب، والاهلي لعب احلى مباراه. وتالقوا طبعا. ولما غير لما بدل اللعيبه هتلاقي الامر اختلف افضل وافضل. اذا هو بس في حاجه على الجاهزيه، في حاجه بقى، في حاجه بقى، في حاجه بقى. انا بس ما اعرفش عمال افكر فيها كل شويه، اعمل كده في دماغي فايلر. طب يعني هو بيستنى ليه الشوط الثاني عشان خاطر يعني ليه الاهلي بيجيب مثلا من الاهداف اللي جابها جاب 40 جول صح؟ جاب 11 في الشوط الاولاني. تخيل 11 في الشوط الاولاني وال40 بقيتهم كام؟ عشان انت عارف ما بعرفش احسب. 29. انت برضه بتعرفش تحسب؟ ما بعرفش احسب خالص. 29 29 في الشوط الثاني. ده ايه ده؟ يعني معناه الراجل ده قاعد يعني بيكتشف لعيبته في الشوط الاولاني مستواهم عامل ازاي، وهل هم كويسين ولا في احلى يومه ولا مش في يومه، والمنافسين شغالين ازاي وفي دماغهم ايه. ده خلي بالك ده شغل طبعا، ده شغل. وده يخليك انا زي ما قلت لك السنه الجايه اتوقع ان النادي الاهلي مش هيكون الشوط الثاني بس، الشوط الاولاني والثاني. ليه؟ لان هو خلي بالك الاهلي فايلر هيبقى قابل كل المنافسين كفرق وكمدربين وكلعيبه، فبالتالي هو يعرف. هو خلي بالك دلوقتي هو كل مره بيستكشف نادي جديد لغايه ما عاد الدور الاولاني. وخلي بالك الدور الثاني المفروض بقى عايزين من فايلر، انت خلاص بقى كل المدارس التدريبيه انت لعبت معاها كلها، لعبت كل لعبت مع المصري والزمالك وكل الانديه دي كلها. عايزين بقى الشوط الثاني شوف دماغك بعد ما قابلت الناس دي وجها لوجه هتعمل ايه. وده يخلينا نقول ان مباراه الزمالك اللي جايه دي اللي هي في السوبر، ايه بقى يا عم فايل هتعمل ايه؟ انت فاجئتنا وفاجئت ميشو قبل ما يمشي، ولا ميتشو قبل ما يمشي، وبثلاث اهداف قبل اخر ثلث ساعه. طب دماغك فيها ايه؟ وخلي بال حضرتك كل انت وانا والجمهور بيفكر الراجل ده بيجهز ليه. لو ترجع بالذاكره لورا، ما اعرفش بقى تكون في سنك ولا لا، راينارد سوبل فاكر؟ فاكر سوبل طبعا. طيب الراجل ده في التسعينات كان يعمل حاجه حلوه جدا، مبارياته مع الزمالك تلاقي مفاجاه لازم تكتيكيه او مفاجاه
في لعيب بيلعب بالظبط. يعني في مره ياسر ريان بيلعب ناحيه اليمين او بيلعب ناحيه الشمال تلاقيه قلب الناحيه ولعبه مش عارف ايه. زمان ما كانش في المرونه التكتيكيه عند المدير الفني يقول لك لا هو بيلعب هيلعب بكده. تمام. فبالتالي احنا محتاجين من فايلر، جمهور الاهلي منتظره زي ما انت منتظر زي ما الناس منتظرينه، جمهور الاهلي منتظر يشوف هيعمل ايه في مباراه الزمالك. خلي بالك فبراير ده شهر من الشهور التاريخيه للكره المصريه، للكره المصريه، الكره المصريه كلها، الانديه يعني اللي بتلعب في الكره، ما هو الكره المصريه الانديه الكره المصريه. فبالتالي انت قصدك يعني شهر تاريخي للاهلي وللزمالك والاسماعيلي كمان في البطوله العربيه. بالتالي نتمنى يعدي على خير المصري والبيراميدز ويبقى شكل رائع ان شاء الله. طيب حضرتك عندك شغف كبير جدا للمباريات الشهر ده تحديدا بالنسبه للنادي الاهلي، بالتالي رحت انت ايه، انا سبتك براحتك دخلت على كل مباريات صن داونز والزمالك وكلام من ده. وانا عايزين نفصل، عايز تفصل نفصل. طبعا لا طبعا خد راحتك خالص، لكن تمام. الاهلي عنده مباراه مقبله مهمه جدا مع المصري بورسعيد، خصوصا في ظل ارقام قياسيه النادي الاهلي بيحققها وبيقترب من رقم مستر مانويل جوزيه وكلام من ده. بتشوف مدى اهميه هذه المباراه بعد تخطي طلائع الجيش بالامس وبالاداء الجيد امبارح؟ ما هو انت ما انت انت عشتني عشوه حلوه. حلو. وتاني يوم انا معزوم عندك. تمام. هتعشيني عشوه حلوه تاني ولا تعشيني تجيب لي فول وطعميه وكلام؟ لا عشوه حلوه. تمام. انا منتظر من فايلر عشوه حلوه. طب بس في منافس اقوى نسبيا، يعني خلينا نتكلم منطقيا اللي هو المصري. ما هو انت قابلت بيراميدز منافس قوي وكسبته. بس ممكن البعض كان بيعلق على اداء شويه. لا ما انت برضو كل مباراه ليها ظروفها. انت بيراميدز بتلاقي فرقه اربع مباريات بتكسبك، ففي عامل نفسي. بس برضو انا دايما بتكلم بقول ان العامل النفسي ده شيء طبيعي ومنطقي، بس اتمنى في الفرق الكبيره زي النادي الاهلي تتغلب على هذا العامل النفسي. وحسنا كان فوز النادي الاهلي عشان خاطر انت برضو لما يعني منافس زي بيراميدز بيكسبك اربع مباريات والخمسه كانت خلي بالك كانت هتبقى الخمسه لاخر نص ساعه الا تدخلات فايلر. فايلر بقى عايزينه بقى، خلي بالك انت بتشتغل دماغ مع دماغ ايهاب جلال مع فايلر، والاثنين بيمتازوا خلي بالك حتى تحس ان في سمات شخصيه ما بين الاثنين مع الفوارق طبعا الفنيه. برغم ان انا اقول ان ايهاب يعني برضه من المدربين الكويسين جدا وانا اعرفه عن قربه وعاصرته من هو صغير يعني. فمباراه جيده طبعا، مباراه هتكون مباراه رائعه، مباراه ينتظرها جمهور الفريقين. طبعا عارف في حساسيه ما بينهم، نتمنى تتحول هذه الحساسيه الى حساسيه فنيه فقط. تمام. فالنادي الاهلي طبعا علشان الارقام رقم واحد، وخلي بال حضرتك انت لما بتبص على ارقام النادي الاهلي بتتمنى تزيد طبعا. لانك انت برضه لما بتزيد انت بتكون سعيد ومبسوط، وخصوصا ان الانبساط ده بياتي ان المنافسين الكبار والصغار والمتوسطين يتساقطون الواحد تلو الاخر، وده اللي بيعشمني ويخليني امل دايما ان الاهلي يتحول كذلك في افريقيا. بغض النظر عن هخرج بس استطراده بسيطه كده، إذا النادي الأهلي السنة دي ربنا وفاه وخد البطولة يا رب، هيكون السنة الجاية بالنسبة للأهلي أهلي موسم تاريخي. يعني أتمنى الحلقة دي تبقى موجودة، كلامي ده يبقى موجود. ليه؟ موسم تاريخي من أنهي ناحية يعني؟ من نواحي كتيرة. أولاً أنت عملت الصعب. أوعى تفكر إن السنة دي الموسم سهل بالنسبة لإفريقيا، موسم من أصعب المواسم وفرق مجهزة نفسها بكل اللعيبة الممتازين. ده فرقة الترجي فيها حوالي 12 13 لاعب اجنبي ما بين جزائري براحتهم، انا ما عنديش ازمه خالص. فرقه تقيله جدا. الناس بتزعل بيقول لك من الانتدابات، بس طب واحنا برضو احنا يعني ده برضو احنا احرار في تسيير الدوري بتاعنا يمشي بكام لاعب يعني. فالنادي الاهلي لو حصل باذن الله مثلا على البطوله ان شاء الله، فهتلاقي الاهلي مختلف تماما. مختلف ليه؟ لانه خلاص استعاد مكانته اللي من سبع سنين اللي هو المفروض يستحقها. فبالتالي في دعم نفسي، دعم فني، فايلر هيبقى موجود بقى طبعا. انت اكيد فايلر هيقعد، انا ما عنديش طبعا يعني لسه فيش اي تحركات بخصوص هذا الملف يعني، لكن بس يعني بامانه من خلالك اتمنى من مسؤول النادي الاهلي ان يبقوا على هذا الرجل. هذا الرجل من كل في كل المواصفات اللي يتمناها اي مسؤول في نادي. هدوء، راجل رزيل جدا، محترم جدا، راجل مهذب جدا، اخلاقه عاليه جدا، مفيش مشاكل بينه وبين اللعيبه. حتى لما في مشاكل بينه وبين اللعيبه مشاكل فنيه وليست لها علاقه باي امور شخصيه طبعا. والله انت بينه وبينك مشكله، مشكلتي هو مشكله في بينه وبينك حاجه اسريه ولا حاجه عائليه، ولا انت ليك جذور في سويسرا ولا ليك ولا اخذت ساعه منك سويسرا لا، انت المشكله بيني وبينك فنيه. بس احنا مشكلتنا دايما في مصر هنا احنا بنشخصن
الامور. ده ما بيحبنيش. طب ما بحبكش ليه؟ طب ما بحب وليد سليمان ليه؟ راجل عنده 34 سنه بالتحديد موجود. العقليات الاجنبيه ما بيفكروش بالكلام، لكن المصريين في كده على فكره عادي ماشي. بس بس انت كلاعب المفروض انت راجل خبره وتعرف الراجل ده قدامي عايز اشوفك في التمرين، اشوفك في المباراه وهديلك. لكن في لعيبه في النادي الاهلي مع الاسف لم تستوعب هذا الفكر، فبالتالي خرجت للاعاره أو اي شيء من هذا القبيل. لكن في النهايه احترام لهذا في الاول وفي الاخر محدود بعدد معين من اللاعبين بالتحديد في القائمه الافريقيه كمان والقائمه المحليه 32 لاعب. انا بحترم بحترم هذا هذه العقليه. بتشوف احتياجاتك الفنيه وبتختارها عادي، ما فيش مشكله. ممكن اللاعبين اللي خرجوا اعاره دول لاعبين ممتازين في الحقيقه، لكن الاحتياجات بتبقى ايه وبيختارها المدير الفني. انا هتكلم كلام عام. ليس كل لاعب يصلح للعب في الاهلي او الزمالك. تمام. ليس كل لاعب، هناك لاعبون يستطيعون، انا بقولها باللغه العربيه الفصحى، يستطيعون التاقلم سريعا مع كل المعطيات اللي هم الجديده التي هم فيها. في لعيب لا يستوعب، يعني في لعيب امكانياته الفنيه عاليه لكن امكانياته الذهنيه والعقليه لم تستوعب المكان اللي هو فيه، فبالتالي لا يستطيع ان يتوائم بين امكانياته الفنيه وامكانياته العقليه. تمام. الكلام ده واضح اظن للناس كلها. أكيد. يعني مثلا انا بكلمك كمثال، وليد سليمان لعيب جه منين؟ لعب في بتروجيت والجونه ولعب في انديه كتيره جدا، لكن عندما جاء النادي الاهلي عقله استوعب ان هو في النادي الاهلي، استوعب جماهيريه النادي الاهلي، استوعب ان هو لعيب محتاج 1 2 3 4 5 عشان يبقى لاعب في النادي الاهلي. واستطاع ان يبقى لاعب في النادي الاهلي. في لعيب تاني تجيبه لعيب بمهارات عاليه جدا وامكانيات رائعه جدا، ولكن لا يستطيع ان يستوعب انه في النادي الاهلي، ولا يستطيع ان يوائم ما بين الاثنين، فبالتالي يعمل ايه؟ بيحصل في دماغه خلل. فمش عارف يعني يسيطر على نفسه ولا يبقى لعيب في النادي الاهلي. طيب ده فيما يتعلق بالجوانب الفنيه خاصه بفريق النادي الاهلي على مدار الفتره اللي فاتت والفتره كمان اللي جايه الحاسمه جدا في مشوار الفريق. انا عايز اتكلم معاك يا استاذ عبد المنعم وبالتحديد اخد رايك في عقوبات لجنه الانضباط فيما يتعلق بمباراه الاهلي وبيراميدز تحديدا، رايك ايه؟ هو انا قريت العقوبه اللي خدها الكابتن سيد، بس قريت اللائحه برضه بشكل تاني. كويس كويس. خلينا الامانه نقول ان هو في ان التوبيخ في توبيخ، عقوبه تكرار التوبيخ دي كانت عقوبه سابقه على الكابتن سيد. التوبيخ حتى هو تساءل يعني في توبيخ؟ لا كان في توبيخ. لا هي منصوص حتى كلمه موجودة التوبيخ في موجوده في اللائحه. كونه رغم يعني ان ممكن يكون المسمى مش مناسب قوي، لكن لا هو بس الترجمه بتاعتها توبيخ. تمام. بوبخك يعني الومك يعني. هو التحذير برضو اقوى من التوبيخ، يعني التحذير اقوى من التوبيخ، انما التوبيخ يعني فيها نوع من ايه؟ ما تعملش كيتين، يعني فيها كده فيها سهوله ماشي كوي. مهم. انما انا سمعته امبارح وهو زعلان بيقول لك انا عملت ايه؟ لا هو انت مجرد كلامك برضو مع مثلا مع ابراهيم، مش كان ابراهيم نور الدين ممكن هو كان خده بشكل مش تمام، فبالتالي تم كتب في تقريره انه اتكلم معايا بشكل مثلا غير لائق. هو شايفه، ما هو انت ممكن تكلمني وانت بصحة عصبيه، انت بالنسبه لك جواك عصبي فبتتكلم بناء على عصبيتك معايا، بس ما تقصدش انك انت ايه. انا مش ببرر الكابتن سيد، انا بكلمك على جزئيه ان هو الانفعال اللي كان حاصل بالكابتن سيد سواء كانت اي نوع من الدرجات، هو ابراهيم نور الدين اعتبره ان هو نوع من ايه؟ نوع من او محاوله ان هو يعني الوصول مثلا لكلام مثلا او ما استوعبهوش، فبالتالي كتب ده في تقريره، فالتوبيخ تحول من توبيخ الى عقوبه. بس ده وده لا يدين الكابتن سيد. أوكي. خلي بالك هو ما عملش حاجه غلط. هو كان يستحق العقوبه؟ والله انا ما اعرفش هو كتب ايه ابراهيم في تقريره. سيبك من اللي ابراهيم كتبه، احنا شفنا كلنا في الشاشه. كلمه صفاره 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 كل شويه صفاره، انت بتعطل اللعب يعني. بس, بس, بس في حاجه خلينا نقول، يعني في حاجات اسخن من كده يا استاذ عبد المنعم بتحصل وما فيش عقوبات فيها. بس في حاجه يعني، انا كابتن سيد مدير الكره بالنادي الاهلي وصديق شخصي وحاجه محترمه، يسيب الحكم هي وبعدين يعني، ما هو الكلمه زي دي اهو، ما انت عارف اديك يعني خليته خد عقوبه، فبالتالي انا الحكم ممكن اتكلم معاه، في حكم ممكن يتقبل، حكم لا يتقبل. وخلي بالك الاجواء كانت مكهربه، المباراه نفسها كانت متكهربه. مباراه انت بتلعب بيراميدز كسبانك 4 مرات وكسبان 1-0 وخسران 1-0، فبالتالي طب لو الكابتن سيد كان عامل حاجه جامده قوي ليه ما اضطرتش؟ ده اداله انذار. ما هو انا بقول لك، ما التوبيخ، ما هي دي برضو دي عكس دي يعني، يا أمير يعني اداله انذار وهو على الدكه، دي عكس دي. ماشي، ما هو التوبيخ ده عارف، لو طرده اقول لك ماشي ما فيش مشكله، يبقى الكابتن سيد اتكلم باسلوب مثلا، انا مش بدافع والله عنه، الدفاع وخلاص، انا بتكلم منطقيه شويه. الانذار يعني نص عقوبه،
اوكي يعني اوكي اللي عمله كابتن سيد هو بالنسبه له هو سلوك مثلا بالنسبه له سلوك يستحق عليه الانذار. هل اللائحه فيها ان اي عضو في الجهاز الفني ياخد انذار يبقى ليه عقوبه؟ لاي حد خلي بالك ده خلي بالك ده في ليه عقوبه ايقاف ماتش و50000 جنيه؟ ايوه اقول لك على حاجه ما اعتقدش. المدير الفني لما الحكم بيبص على يبص لو حد سمع لفظ ما لقاش حد في الدكه مين اللي قاله يديها للمدير الفني ويقول لك انا ما عملتش حاجه. لا انت رئيس الجهاز وانت المسؤول. خلي بالك ده موجود في لائحه الحكام يعني لسه انا قاريها قريب كده ففيها عجبتني بصراحه يعني هو مش لاقي حد يقول طب خلاص خد انت القصه دي بس شايف انت وقت اعلان العقوبات لا كان 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 غريب جدا يعني بين الشوطين امبارح يعني انت بتلعب مباراه المفروض انت يا تعملها قبلها يا بعدها حتى يبقى في يعني ايه يعني ايه السر في ان المباراه شغاله يعني ايه السر في ده يعني في المقابل في مباريات بتنتهي بقالها فتره كبيره وعدد ايام كبيره وبعد كده تلاقي ايه عقوبه خرجت على مباراه بقى اتلعبت 3 4 سنين. انا قلت هنا الحلقه اللي فاتت بس ما كملتش كلامي مع الاسف الشديد الامور في لجنه المسابقات تدار بنسبه يعني ما فيهاش وعي بنسبه كبيره جدا. تمام. واعرف ان الامور في سيطره كبيره جدا على حسام الزناتي من بعض اعضاء مجلس اللجنه المؤقته وده مخليه هو برده ما فيش اريحيه بالنسبه له. نمره اثنين هو بس حسام الزناتي مدير لجنه المسابقات ملوش علاقه بموضوع العقوبات. هو اللي بيتلقى التقريرات هو اللي مش هو اللجنه ما هو الحاجه بيدي لمين؟ ايوه بس بياخد العقوبات لجنه الانضباط ماشي مفيش مشاكل وحال لجنه المسابقات بتدي عقوبات برضه اللجنتين في تعاون بين الاثنين تنسيق يعني في تنسيق بين الاثنين طبعا لكن ما هو ده خلي بالك ما هو مين اللي اصدر العقوبات امبارح؟ مين؟ لجنه الانضباط؟ طيب لجنه الانضباط دي بتاخد تقريرها منين؟ من الحكم، الحكم بيبقى لجنه ايه؟ الحكام. خلي بالك اللجان كلها في اتحاد كره القدم كلها بتلف واحد اثنين ثلاثه تسلموا لبعضهم وفي الاخر اديك ايه؟ انا قصدي مفيش توصيات من اي لجنه، هي لجنه الانضباط هي اللي بتاخد القرارات. ايوه لان اللائحه موجوده خلي بالك خلي بالك بالزبط. وخلي بالك في حاجه ثانيه، انا لو الكابتن سيد شايف انه مفيش حاجه حصلت طب ما يتظلم، ايه الازمه انه يتظلم؟ طيب الاهم انا سمعت انه يتظلم في فعلا الكلام ده ما عنديش معلومه اكيد لحد يتظلم مفيش حاجه الازمه يعني من النادي الاهلي بخصوص الجزئيه دي بتحديدا. خلينا بس وانا بكتب معاك اتفضل. لا عايز اخد منك رساله للنادي الاهلي او ايه اللي مطلوب من لاعبي النادي الاهلي على مدار الفتره الحاسمه المقبله سريعا. المباريات كتير والمباريات كلها قويه جدا. الاهلي كبير ولعبته كبيره ولعبته عندها وعي ولعبته عندها خبره اللي تخليها تحسم اي مواجهات مقبله بشرط ان يضعوا النادي الاهلي وصوره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي الذي ينتظر منهم كثير امام اعينهم ويبصوا ان الدوري لسه لم ينتهي والبطوله الافريقيه بتناديهم برغم الفوارق في فوارق فنيه بسيطه لكن النادي الاهلي قادر ان يتغلب على هذه الفوارق الفنيه بشرط ان يكون ان شاء الله الموسم ده نوال الموسم اللي جاي. انا شايف ان الفوارق الفنيه ما فيش لا ما فيش انا جدا بالعكس يعني كل الفرق في دور الثمانيه اقويه وفوارق فنيه متقاربه جدا جدا والنادي الاهلي يكفي اسمه وباذن الله اللاعبين يكونوا على قد الاسم اكيد وان شاء الله يحققوا طموحات جمهور النادي الاهلي. بص خلي بالك عشان تختم الفوارق النفسيه خلي بالك ده جانب بتخلي الفوارق الفنيه تقل شويه فانا اتمنى لعيبه الاهلي يعني ينسوا الفوارق النفسيه دي ويتعاملوا بشكل مختلف. ده امر مهم جدا. استاذ عبد المنعم نورتنا وشرفتنا بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك احنا اسعد بكل تاكيد. الاستاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي الكبير كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم من كلام في الميديا. دي كمان كانت حلقتنا بكره حلقه جديده مهمه جدا واخبار عديده عن النادي الاهلي استنونا ان شاء الله. الى اللقاء.